العلامة محمد بن العابد بن عبد الله السائح بن سيدي يوسف بن سماتي. غلب عليه لقب محمد بن العابد الجلالي، ولد سنة 1308 هجرية 1890 ميلادية ببلدة ولجلال بولاية بسكرة. تعلم القرآن على يد أبيه الذي كان إماما وشاعرا، ثم تلقى الفقه والنحو والحديث عن الشيخ عبد الحفيظ بن الشريف السماتي. أخذ دروس البلاغة والأدب عن الشيخ مصطفى مبروكي، والتقى بالشاعر عاشور الخنقي فاستفاد منه. مكث في قريته يقرأ سبيانها القرآن الكريم لمدة طويلة، ثم انتقل بعدها سنة 1920 ميلادية إلى مدينة قسنطينة، وتتلمذ فيها على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي لازمه مدة طويلة حتى أتم علومه على يديه. إذا جازنا الحديث عن المجاهد العلامة محمد العابد الجلالي السماتي، الذي لي الشرف أن أنتمي إلى هذه الأسرة، وقد ولد محمد العابد الجلالي السماتي في سنة 1890 بمسقط رأسه بأولى جلال. تعلم على يد والده محمد العابد الشيخ العابد، وقد كان علما من أعلام المنطقة. أيضا هو كان عالما في جامع الكبير والزاوية المختارية. ابن العابد الجلالي السماتي من عائلة عريقة عرفت بالتقوى والورع والدين، فيها أيضا علماء كثيرون. بدأت مسيرة الشيخ بن العابد التربوية حين انتدبه الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 1925 للتدريس بالمدرسة الحرة بالعلماء بسطيف. وعندما تأسست مدرسة التربية والتعليم الإسلامية الحرة بقسنطينة سنة 1930، اختاره الشيخ أن يكون من طاقمها التدريسي، وامتد عمله فيها حتى سنة 1943. حافظ القرآن الكريم محمد العابد الجلالي، ونهل من كثير من العلماء والأئمة ومدرس القرآن الكريم، وعلى رأسهم جدي عبد الحفيظ السماتي بن الشريف. كان شغوفا بالعلم وبالقرآن والفقه، فقد تعلم أيضا على الشيخ مصطفى مبروكي، وتعلم أيضا على خيرة العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت. ثم اتصل الشيخ محمد العابد بالإمام عبد الحميد بن باديس في قسنطينة، كانت رحلته سنة 1920، وظل يتعلم على يديه في جامع الأخضر ويحضر حلقاته، وقد انخرط في جمعية العلماء المسلمين ونشط في فروعها وفي نواديها. باشر الشيخ العابد تعليم النشأ الصغار من سنين، فحذق أسلوبه وتمرس به، فاكتسب الدؤب والصبر والجلد، وله في تربية الصغار وتحبيب العلم إلى نفوسهم طرائق نفسية هو فيها نسيج وحده، وهو من الأعوان المعتمدين للشيخ ابن باديس على التعليم. تلقى تعليمه الأول على يد والده، لأنه في الحقيقة العلامة محمد العابد ينتمي إلى أسرة عريقة في العلم والأدب والفقه، كما توجه بعد ذلك إلى قسنطينة سنة 1920 وعلم بالجامع الأخضر الذي كان يدرس به عبد الحميد بن باديس. وقد أيضا استدعاه الإمام عبد الحميد بن باديس إلى عين النيلة ليواصل التدريس هناك. ما رأى منه الشيخ بن باديس نباهة وذكاء وقدرة وفطنة، كلفه بأن يعلم الناشئة في مدارس الحرة لجمعية علماء المسلمين الجزائريين، تكون في قسنطينة في عين مليلة خاصة مدرسة العرفان، أو في ولاية سطيف في العلمة. وقد كان يتنقل بين مسقط رأسه وقسنطينة والجزائر العاصمة، مرة طالبا العلم، مرة معلما، ومرة داعيا مصلحا.
كتب الشيخ العابد القصيدة العمودية وجدد في موضوعاتها وأساليبها، ومنها ما جاء في صيغة أنشودة قصيرة، ولون النشيد هو الأكثر حضورا في شعره، ويغلب عليه طابع النصح والسمت التعليمي والنزعة الوطنية. وجل شعره يأتي في لغة سلسة وتراكيب بسيطة تسهل حفظها للناشئين، وتقوي قدرتها على حمل المعاني المحدودة التي يلح عليها في أغلب شعره. ابن العابد كمربي درس في كثير من المدارس جمعية العلماء المسلمين، وعلم الناشئ الأناشيد المدرسية، علم الأناشيد المدرسية، وقد كان له أيضا باع طويل في القصة، خاصة خلال جريدته أبو العجائب، هذه الجريدة التي صدر منها 10 نسخ، وكان يكتب باسم المستعار، مرة رشيد، مرة كذا محمد إلى آخره، لكي لا تفطن الاستعمار إلى اسمه الحقيقي. يعد ابن العابد أيضا مربيا من خلال بعض التوجيهات، من خلال مقالات كتبها ابن العابد يتحدث فيها عن تقويم بعض السلوكيات الاجتماعية، مثال مما ورد في ما كتب: أعني على الهدم أعينك على البناء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رؤيته الاستشرافية للإصلاح وتربية النشأ وتقويم الأخلاق. كما هو معلوم بأن أغلب الأناشيد المدرسية كانت باللغة الفرنسية، وكان يحز في نفسه كثيرا أن يكون أبناء الجزائر ليس لهم أناشيد باللغة العربية خاصة به، فطبع هذا الكتاب سنة 1939، وهو مكون من 12 قصيدة كلها موجهة لطلبة المدارس الجزائرية. هذا فخر كبير بالنسبة لنا، زيادة على أنه كان كاتبا وأديبا وقاصا وكشافا، يعني كان ملما. فالحديث عن العلامة محمد بن العابد لذ شجون. ومما كتبه الشيخ الإبراهيمي عن الجلالي بأن محمد الجلالي الأستاذ العابد من قدماء تلامذة الأستاذ ابن باديس، ومن بواكر النهضة الأدبية، أديب مشرف على الكمال، كاتب جزل الأسلوب، متين التراكيب في القواعد المقررة، مشرق الديباجة، سلس المعاني، وصاف لخفايا النفوس ومساوي الاجتماع، شاعر رصين الشعر على إقلاله منه. لا أقول عنه بأنه من رواد الأنشودة المدرسية، بل هو رائدها بكل امتياز، حيث هو أول صاحب كتاب للأناشيد المدرسية، وقد طبعه بتونس سنة 1939، وهو موجه لتلاميذ المدارس الجزائرية. يعد ابن العابد يعني موسوعة في خاصة في تربية الناشئة، فقد غير الأناشيد الفرنسية بأناشيد عربية وعلمها للبنين والبنات، وهذا يعد غيرة وطنية، لأنه مجاهد ولأن له أيضا غيرة وجهد فيما يسمى الإصلاح، تماشيا مع الخط الذي كانت في جمعية العلماء المسلمين ترفع شعارها الذي كان آنذاك: الإسلام ديننا والجزائر وطننا العربية لغتنا. بالنسبة لي أقول بأنه يكفيه فخرا أن رائد النهضة الجزائرية الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس أطلق عليه لقب المعلم المثالي، وكذا حكيم الثورة الشهيد البطل العربي بن مهيدي. التحق الشيخ العابد الجلالي بالجبال بعد اندلاع الثورة المباركة، وما لبث أن ألقي القبض عليه بنواحي بلدة الخروب، قدم للمحاكمة مع ثلة من أصحابه، ولما سئل عن المحاكمة: لماذا تركت التعليم والتربية والأدب وحملت السلاح ولحقت بالمجرمين وأنت العالم الأديب؟ قال: لأنني وجدت كل ذلك لا يجدي معكم. محمد العابد إذا جاز لنا الحديث عن جهاده، فهو قد قبض عليه سنة 1955 وأودع سجن الكدية في أقليم قسنطينة، وشرع هناك، وكان جريئا في مواجهة القاضي حيث حكم عليه ب10 سنوات، حيث وجه القاضي قائلا له: ومن يدرك أنك تبقى إلى وقت انقضاء هذه المدة.
أسست بولاد جلال جمعية العابد السماتي التي من أهدافها الحفاظ على موروثه وتراثه وأيضا تعريفه للأجيال القادمة. سميت الجمعية نسبة للشيخ العلامة السماتي محمد بن العابد أحد أقطاب جمعية علماء المسلمين، من أهدافها دعم المسار التربوي، إقامة المعارض، المشاركة في التظاهرات العلمية والثقافية والاجتماعية، الاهتمام بالسياحة، إحياء المناسبات الوطنية والدينية. ابن العابد كشاف أيضا، فقد أسس كثير من الفروع الكشفية وعلى رأسها فوج الرجاء في بسكرة، وقد اندمج أيضا في الكشافة الإسلامية الجزائري في العاصمة، حيث كان يزور نادي الترقي من حين لآخر. ويعد ابن العابد أيضا مصلحا اجتماعيا، فقد كانت لديه يعني جرأة، وكانت لديه فصاحة، وكانت لديه حضور في تقويم الأخلاق، وقد ألف كتابا في هذا المضمار يسمى تقويم الأخلاق، كما أنه يعد صحفيا المعيا من خلال هذه الجرائد التي كتب فيها الشهاب والمنتقد والبصائر إلى آخره. ويعد أيضا ابن العابد قاصا، لأنه أول من كتب القصة القصيرة، وهذا كما جاء في كتاب الدكتور عبد الملك مرتضى فنون النثر في الجزائر، وقد تحدث عن مضماره وعن جهوده في مرة في المسرح، مرة في القصة، ومرة في النثر عمو الخطابة إلى آخره. لحق بجوار ربه يوم الخميس 2 فبراير 1967، شيعت جنازته في محفل مهيب حضره الرجال والنساء والأطفال ووفود كثيرة، ودفن في مقبرة ولاد جلال مع أسلافه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.